هنا نقدم تصفيقا حارا لربنا يسوع. أحبائي، قمنا مؤخرا ببعض الاجتماعات المميزة. تحدثت عن شيء بسيط ولكنه قوي جدا، هو اسم الرب يسوع وما وعدنا به لنرى عمله في حياتنا. الشرط هو أن نطلب باسمه. جاء ذلك في إنجيل يوحنا الإصحاح 14 العدد 13. كان يسوع واضحا جدا هنا. هذا الإعلان الذي غير حياتي في عام 84 و900 و1000. لنقرأ ما يقوله الآن في هذا العدد المبارك. ومهما سألتم باسمي فذلك أفعله ليتمجد الآب بالابن. ليس علينا أن نطلب بأي طريقة مختلفة، بل باسم يسوع المسيح، هذا الاسم العظيم. أحبائي، فقط بذكر اسم الرب يسوع تبدأ قوة الله بالعمل فورا. أي شخص يمكن أن يتعرض لأي إغراء وقوى الشر تحاول تدميره وكل شيء يبدو ميؤوسا منه، إلا أننا نرى هنا في الكلمة وعدا من الرب أن يزور هذا الشخص من خلال الكلمة. هذا صوته. في تلك اللحظة يجب أن نسأل باسم الرب ونقول له كل ما نحتاج إليه. أحيانا تكون النفس مقيدة ثم تقول للرب أرجوك خلص نفسي، ولكن يمكن أن يكون شيئاً آخر. يا رب، أنا أضع نهاية للخطية الآن باسم يسوع المسيح. حيث نعمل بهذه الطريقة تبدأ قوة الرب بالعمل. في سفر أعمال الرسل ربما كنتم على دراية بهذه القصة، الإصحاح الثالث شفاء الأعرج، ولكن في وقت لاحق يقوم بطرس بالتوضيح، وهذا ما أود أن أريكم أهميته. إذن سفر أعمال الرسل الإصحاح الثالث، لنقرأ ما يقوله ابتداء من العدد الأول حتى نهاية العدد الثامن. وصعد بطرس ويوحنا معا إلى الهيكل في ساعة الصلاة التاسعة، وكان رجل أعرج من بطن أمه يحمله. كانوا يضعونه كل يوم عند باب الهيكل الذي يقال له الجميل ليسأل صدقة من الذين يدخلون الهيكل. فهذا لما رأى بطرس ويوحنا مزمعين أن يدخلا الهيكل سأل ليأخذ صدقة. فتفرس فيه بطرس مع يوحنا وقال انظر إلينا، فلاحظهما منتظرا أن يأخذ منهما شيئا. فقال بطرس ليس لي فضة ولا ذهب، ولكن الذي لي فإياه أعطيك، باسم يسوع المسيح الناصري قم وامشي. وأمسكه بيده اليمنى وأقامه، ففي الحال تشددت رجلاه وكعباه فوثب ووقف وصار يمشي. ودخل معهما إلى الهيكل وهو يمشي ويطفر ويسبح الله. أحبائي، المعجزة بحد ذاتها يمكن أن تعلمنا أشياء كثيرة، ولكن ليس هذا ما نركز عليه اليوم. سأقرأ آية أخرى في وقت لاحق، وهذا ما أريد مناقشته. التقى بطرس ويوحنا هذا الرجل الذي طلب منهم صدقة، لكنهم لم يملكوا شيئا، أقصد من حيث المال. وبطرس يعلم أن يسوع قد قال مهما سألتم. كلمة يسأل في النسخة الأصلية باللغة العبرية تعني أن تطلب أو تأمر، ولكن بطرس قد سمع يسوع قائلا أنه ينبغي أن يبشروا بالكلمة ويشفوا المرضى ويخرجوا الشياطين، ولكن هذا لم يعطيه الحق في وضع يديه على كل من يلتقي به، لأن ذلك لن ينفع، بالرغم أننا أحياناً نظن أنه سيعمل. عندما كنت صغيراً كنت أبيع الملابس وأحملهم في حقيبة، وذهبت إلى مدينة نوفا إيغواسو، وكنت على الطريق الرئيسي أزور بعض الزبائن، وكان هناك رجل يطلب صدقة. كان لديه إصابة بليغة في ساقه، ثم فكرت أنا سأبشر هذا الرجل. ذهبت إليه وقلت له يا صديقي، أيمكن أن أتحدث إليك شيئا؟ أنا أعلم أنك تطلب المساعدة،
بحيث يمكنك الحصول عليها، وهذا أمر جيد. ولكن أنا أعلم طريقة حيث يمكن أن تحصل بها على الشفاء. وكان يحدق في وجهي، إنه يسوع. فغضب الرجل، ولن أكرر ما قاله. ظننت أنه يريد أن يشفى، لكنه كان يطلب العطية فقط عوضا عن الحياة الكريمة. لكن عندما يريد الشخص الشفاء، عليه أن يأتي أمام الرب ويسأل باسم يسوع. كل شيء يعتمد على هذا الاسم. دعونا نلقي نظرة على ما يقوله المزمور 20، العدد 7، حول هذا الموضوع. لنتابع معا. هؤلاء بالمركبات. وماذا تقصد بالمركبات؟ أي المنتجات المصنوعة من قبل الإنسان. وهؤلاء بالخيل، وهذا شيء طبيعي. أما نحن فاسم الرب إلهنا نذكر. لذا يجب علينا أن نتمسك باسم الرب وليس بأي شيء آخر. التقى بطرس بذلك الرجل ولم يكن يملك المال، فجاء للرجل وقال: ليس لي فضة ولا ذهب. لو كان هذا الرجل من نوفا إيغواسو لأطلق على بطرس الشتائم، فليرحمه الرب. إذا ما زال حيا نأمل أن لديه حياة جديدة. والآن كنت أريد مساعدته حقا في ذلك اليوم، لكنه لم يرغب بذلك. رغم أنني عملت كبائع متجول، كنت أبشر بكلمة الرب. على أي حال قال بطرس: ليس لي فضة ولا ذهب. علم أن يسوع قد أعطاه سلطانا ليطرد الشياطين ويشفي المرضى ويتمم العمل. ولكن يجب على الطرفين أن يتفقا. الإصحاح 18 في إنجيل متى، العدد 19: وأقول لكم أيضا، إن اتفق اثنان منكم على الأرض، هذا هو. إذا كان هناك اتفاق بين المصلي والشخص الذي يتم توجيه الصلاة من أجله في أي شيء يطلبانه أو يأمران به، فإنه يكون لهما من قبل أبي الذي في السماوات. أخي، عليك أن تأخذ هذا التعليم كله بعين الاعتبار. هنا يقول بطرس للرجل: ليس لي فضة ولا ذهب، ولكن الذي لي فإياه أعطيك. باسم يسوع المسيح الناصري قم وامشي. فوثب ووقف وصار يمشي، ودخل معهما إلى الهيكل وهو يمشي. كانت معجزة كاملة. الآن ما أريد حقا أن تنتبه له هو العدد 16. بعد ذلك نقلوا إلى السلطات اليهودية، حيث أرادوا منهم شرح كيف تم شفاء المرضى والأمر باسم يسوع. لذلك دعونا نقرأ ما تقوله هنا: وبالإيمان باسمه شدد اسمه هذا الذي تنظرونه وتعرفونه، والإيمان الذي بواسطته أعطاه هذه الصحة أمام جميعكم. بسبب الإيمان الذي لديهم باسم يسوع شفي الرجل المريض. إذن السر في الاسم، ومهما سألتم باسمي فذلك أفعله، ليتمجد الآب بالابن. علينا أن نمتلك الثقة باسم يسوع ونستخدمه. وعندما نستخدم هذا الاسم سيبدأ اسمه بالعمل. والآن لنقل أنني أصلي. لدي مشكلة خطرة، الأمور صعبة للغاية، هناك اضطهاد ومحن، مشاكل مادية، أي شيء. جئت أمام الرب، أتعلم الكلمة، أشعر بالكلمة في قلبي، وأقول: يا رب، أدعو اسمك الآن باسم يسوع. أنا مصر أن العمل سيتم الآن. ماذا علي أن أفعل بعد ذلك؟ أن أؤمن. قال بطرس: ليس لي فضة ولا ذهب. دعونا نعود إلى العدد 6. فقال بطرس: ليس لي فضة ولا ذهب، ولكن الذي لي فإياه أعطيك. باسم يسوع المسيح الناصري قم وامشي. لم ينتظر بطرس الرجل ليقف، كان إيجابيا حول ما فعله، وأمسكه بيده اليمنى وأقامه. ففي الحال تشددت رجلاه وكعبه، لم يقف سابقا. لكن عندما تدرك ذلك، ليس في عقلك بل في قلبك، وتصلي للرب، يمكنك أن تثق. مد بطرس يده، أخذ الرجل من يده ورفعه. ولكن ماذا لو أنه لم يشفى دكتور سواريز؟ ماذا لو أنه لم يكن قادرا على الوقوف؟ بما أنه مشلول سيكون أمرا محرجا، سيكون محرجا بالنسبة لأولئك الذين لا يعلمون ماذا يفعلون. الدرس الذي يجب أن نتعلمه هو أنه علينا أن نثق بكل ما نقوم به، وإلا فالرب لا يخبرنا الحقيقة. بالتأكيد هو يقول الحق، مهما سألتم أو طلبتم باسمي فإني أفعله. لنقول أنه لدي مشكلة: يا رب،
لقد جئت أمامك الآن، أدعو باسمك، باسم يسوع المسيح. أنا آمر هذا الروح الشرير بالمغادرة حالا. سيتم العمل تماما. ليس لدي أي شيء لأخاف منه، ولست بحاجة للقلق بشأن أي أمر. ماذا لو كان فيه روح شرير؟ ما الذي سيحدث؟ أوقف ذلك الآن. اسم الرب قوي ويستطيع أن يفعل الأعمال التي تعلن. إذا أعطاني الرب القدرة على الإيمان وأظهر لي الكلمة وصليت، بالتالي لابد لي من الإيمان ومن الثبات، وأراقب كل ما يقوله الرب، وكل ما أطلبه سيتم تأكيده من قبل الرب باسم يسوع المسيح وبالإيمان باسمه. هذا تفسير بطرس. شدد اسمه هذا الذي تنظرونه وتعرفونه. وضع بطرس ويوحنا ثقتهم في العمل باسم يسوع، وكان بطرس هو الذي يتحدث، إلا أن آخرين ليسوا بحاجة إلى الكلام، لقد اتفقوا جميعا. قال بطرس: باسم يسوع المسيح الناصري قم وامشي. فأخذ الرجل من يده، لكنه أوضح، شدد اسمه هذا الذي تنظرونه وتعرفونه ويتابع. والإيمان الذي بواسطته أعطاه هذه الصحة أمام جميعكم كان شفاء تاما أحبائي. كل شيء يعتمد على كيفية الاتكال على كلمة الرب. جيد ألا نسمع أبدا لأي من القصص الدينية التي تبعدنا عن الكلمة، بل يجب ومن سن مبكرة أن نتعلم كلمة الله. هذا هو المثل الأعلى. لمرات عديدة عندما نفكر بالإيمان نتذكر شيئاً قاله شخص أحمق، أن هذا لن يحدث، وأن هذا وذاك وهكذا، ينتهي بنا المطاف إلى الشك. أتريد لحياتك أن تتغير؟ أترغب في اتخاذ قرار جاد لمنفعة حياتك؟ ثم تعلم كيفية استخدام اسم يسوع. هذا الاسم لديه كل ما تحتاجه وسيصنع الفرق في حياتك. آمين. دعونا نعود هنا إلى ما حدث لبطرس والرجل العدد السادس. فقال بطرس: ليس لي فضة ولا ذهب، ولكن الذي لي فإياه أعطيك. أعطي كل ما لديك، وعند البدء في الصلاة لا تعطي فقط نصفاً منه، لأنه لن ينفذ منك. لا تستخدم بعضه، مشكلتك ستحل. إن كان لديك الإيمان استخدم كل إيمانك، والرب سيعطيك الضعف في المرة القادمة. نظر بطرس إلى ذلك الرجل وقال: ليس لي فضة ولا ذهب، ولكن الذي لي فإياه أعطيك. اذهب وصلي لقريب أو صديق. اجعل ذلك الشخص يفهم ما تعني. صلي بكل إيمانك. هل أنهيت الصلاة؟ حاول أن تجد الإثم. افعل ذلك بكل الوسائل. تمسك به، لأن الرب قد باركك بالتأكيد باسم يسوع. لنفتح الآن على رسالة كولوسي الإصحاح الثاني. يقول بولس الرسول شيئا جميلا هنا ليساعدنا في اتخاذ القرارات: وإذ كنتم أمواتا في الخطايا وغلا في جسدكم أحياكم معه مسامحا لكم بجميع الخطايا. إذ محى الصك الذي علينا في الفرائض الذي كان ضدا لنا، وقد رفعه من الوسط مسمرا إياه بالصليب. إذ جرد الرياسات والسلاطين أشهرهم جهارا ظافرا بهم فيه. هذه الآيات الثلاث هامة للغاية. كنا أمواتا في الخطايا. عندما نكون أمواتا روحيا، أي منفصلين عن الرب، الإنسان لن يكون قادراً على الاتصال مع الرب لو أن يسوع لم ينزل إلى عالمنا. حتى داود الذي خدم الرب وإبراهيم أبو الأنبياء، جميعهم لم يعرفوا الخلاص عندما كانوا على قيد الحياة. خطية آدم فصلتنا تماماً عن الرب. وإذ كنتم أمواتاً بالذنوب والخطايا وغلا في جسدكم. ما الذي فعله الرب لنا بعد ذلك؟ أحياكم معه. انتبهوا الآن، مات يسوع على الصليب مرتين، روحيا وجسديا. مات روحيا عندما ترك من الله الآب. لقد صرخ: إلهي إلهي لماذا تركتني؟ قد انفصل. كان على يسوع أن يدفع الثمن على الصليب، لأنه جاء هنا ليدفع الثمن عني وعنك. انفصل عن الآب.
لذلك مات يسوع روحيا فنزل إلى أقسام الأرض السفلى، والشيطان كان يصفق بيديه، إنه لم يصدق ما كان يحدث. هل يمكن أن يحدث هذا؟ ظن الشيطان أن يسوع سيحاربه بالقوة، ولكن ما دام قد انفصل يسوع عن الآب كيف يمكن أن يكون قويا؟ كان يسوع هناك جنبا إلى جنب مع الآب، لكن يسوع ترك كل مجده وراءه وجاء إلى الأرض كإنسان. في تلك اللحظة احتفل الشيطان، لكنه لم يكن يعلم شيئا أن يسوع كان على وشك أن يأخذ منه السلطان الذي سبب لنا المعاناة. كان على يسوع أن يمر من خلال محنة مؤلمة للغاية، ويسوع انتزع سلطان الشيطان وجعله ضعيفا. عندما أخذ يسوع أخيرا كل شيء هزمه، عندما أقامه روح الله والآب يرى كل شيء، عاد يسوع للحياة. وليس يسوع وحده، لكنه جعلنا جميعا على قيد الحياة البشرية كلها. أكبر خسارة أن يقول أي شخص أن الرب غير موجود أو أنه لا يؤمن بالرب الذي فعل كل شيء من أجله، وأنه لا يقبل بهذا ويستمر بارتكاب الخطايا وعصيان الله. ولكن يومهم سيأتي وسيكون ميؤوسا منهم. هؤلاء الناس سيذهبون للعذاب الأبدي، ولن يكون هناك فرصة ليتوبوا مرة أخرى. ولكن في تلك اللحظة عندما أقام الله يسوع المسيح بالروح القدس، عندما أعطاه الحياة مرة أخرى أعطاها لنا أيضا. ليس علينا الجلوس إلى جانبه فقط ولكن معه. انتبهوا لهذه الكلمة لأنها هامة للغاية أحبائي، إنها القوة ذاتها. العدد 13، أحياكم معه. القوة ذاتها التي وصلت للمسيح ومنحته الحياة وصلت إلينا أيضا. ومتى تبدأ هذه القوة في العمل؟ في اللحظة التي نؤمن فيها. اليوم نحن جميعا تصالحنا مع الآب من خلال يسوع المسيح. كل ما علينا فعله هو أن نقول: يا رب يسوع، أنا أقبلك، أقدم قلبي لك، سأخدمك كل أيامي. في هذه اللحظة الرجل أو المرأة أياً كان، بغض النظر عن عدد الخطايا، سينال الحياة، لأنه قد تم بالفعل عمل الرب في حياتهم وتنتقل القوة لهم. لماذا أنت ستتحمل الألم والمعاناة إذا كان الرب قد فعل كل ما كنت بحاجة إليه؟ ولا ننسى، مهما سألتم باسمه فإني أفعله. اطلبوا الرب، تعالوا إلى بيته، تعلموا كل ما ينتمي إليكم، لأنه ليس لديكم فكرة عما أعده الرب لكم، وهذا يجب أن تفهموا. لا ينبغي أن توجه نفسك لتكون سيد نفسك، عليك أن تدع الرب يوجهك، الذي يتحدث معك من خلال الكلمة. فإنه لا يهم إذا كنت شخصاً ليس لديه طموح ولا يوجد لديك الموهبة، الرب فعل كل شيء من أجلك وقام بإعداد كل ما تحتاجه لتكون ناجحاً. لقد تمم الرب عمله. هذه الكلمة هنا تعني الكثير لي. لقد أحييت مع المسيح، وكل ما أعطاه الرب ليسوع أعطانا إياه. إنه يستخدم ذات الطريقة، إنها ذات القوة، نحن الشخص ذاته الآن. فعل الرب المزيد من الأشياء لنا أحبائي، مسامحا لكم بجميع الخطايا. ولكن ماذا لو تراجعت بعد أن تم خلاصي؟ يجب أن تعترف للرب. وإذا كان شيئاً خطيراً وجرحت شخصاً ما، عليك أن تجد هذا الشخص وتعترف بذنبك إليه، وإلا ستفقد البركة. يجب علينا أن نكون أنقياء، ينبغي أن لا يكون لأحد أي شيء ضدنا. علينا أن نضع الأمور في نصابها الصحيح. لنتابع: إذ محى الصك الذي علينا في الفرائض الذي كان ضداً لنا. ليس فقط يغفر الرب جميع ذنوبنا، ولكن يمسح أيضاً سك الفرائض الذي كان ضدنا، وهذا يعتبر مخالفاً لنا. هذه الشروط لم تعد موجودة، محى الرب الصك. يمكنك تفسير ذلك على أنه شريعة موسى، الأمر الذي يتطلب وجود مستوى معيشة لا أحد سيكون قادراً على تحقيقه.
فلنحيا في نعمة الرب، هذا أفضل بكثير. إذ محى الصك الذي علينا في الفرائض الذي كان ضداً لنا، لأننا لن نكون قادرين على فعل أي شيء من الوصايا، لذا لن يكون لدينا أي شيء على الإطلاق. وقد رفعه من الوسط، أخذه الرب بعيداً ولم يعد يعني أي شيء لحياتنا بعد الآن. ماذا فعل الرب به؟ علقه على الصليب حيث مات يسوع. الصليب حيث مات الرب يسوع. فعل الرب كل تلك الأشياء من أجلنا. وماذا علينا أن نفعل في حياتنا الآن؟ كل ما علينا أن نؤمن بكلمة الرب. إذ جرد الرياسات والسلاطين، أشهرهم جهاراً ظافراً بهم فيه. لقد انتزع الرب كل قوتهم. انتصر الرب يسوع، ونحن انتصرنا على سلطات العدو، الشياطين، وكل تلك القوى الشريرة التي ستهزم أولئك الذين يسمحون لأنفسهم بالهزيمة. ليس لدينا شيئاً لنفعله معهم. نحن خلقنا من جديد اليوم، وقد تم تغييرنا، ولدينا كامل الصلاحية والقدرة على تغيير حياتنا. وعندما نسلك بالحياة الجديدة، سيرغب الآخرون أيضاً بالتغيير، لأنهم يرون أن الرب يعمل وما زال يعمل. أحبائي، المجد للرب من أجل هذا. تأكدوا تماماً أن الله معنا. ننتقل الآن إلى دراما الحياة الحقيقية. كنت أسمع الأرواح وأفعل كل ما تريده. في يوم كان هناك شخص يعمل مع زوجي، نظر في وجهي وقال: سيدتي، ما أنت بحاجة إليه فعلا هو يسوع. كل يوم كان يأتي ويقول لي ذلك. في يوم قال: هل تقبلين به؟ قلت: نعم، أنا أقبل به. ثم ذهبت إلى الاجتماع وشعرت بالسعادة. ذهبت ماريا جيلورجيس لخدمتين. بقيت 3 سنوات في أول واحدة، وقضيت 17 عاماً في الخدمة الثانية أخدم الرب. لم أكن أفهم ماذا تعني العشور، ولكن كنت أدفع ذلك. لم أكن أفهم ما يعنيه العطاء، ولكن كنت أعطي. لكنني لم أتطور، لم أكن مباركة. المرة الأولى التي رأيتها لاحظت على الفور أن لديها كل صفات خادمة الرب. هذا العامل من خدمة أخرى، أعني من كنيسة نعمة الله، جاء لي وقال: أختي، لماذا لا تأتي إلى هنا وتبقي معنا؟ ثم زرنا الكنيسة وأحببت ذلك حقا. بدأت بالذهاب إلى كنيسة نعمة الله في مدينة سلفادور، وبعدها أعطيت خدمة للمساعدة في إنشاء كنيسة في مدينة لاورا دي فريتاس. ثم بدأنا للقيام بهذا العمل. لقد ساعدت منذ البداية لأنني كنت أول من يخدم هناك. لقد عملنا بجد. وجدت هذا المستودع الفارغ في أحد الشوارع الرئيسية. بدأت في التعلم، لم أكن أعرفها. لقد تعلمت ما هو دفع العشور لأنني لم أكن أعرف ما هو. أعطي ذلك من أجل عطائها. تعلمت ما يعنيه أن تعطي. شعرت بالحرج عندما جاء أحد القساوسة لزيارتي في بيتي ورأوا بيتي. تمنيت لو كان لي منزل لائق. حتى عندما يأتي أصدقائي كنت أشعر بالحرج. كان بيتاً صغيراً جداً وعادياً، ولكن هذا ما كان باستطاعتها. لم يكن هناك حمام، يكاد المنزل يقع، والسطح كان من البلاط الأسود، كان قديم جداً. وعندما تأتي القطط على السطح يبدأ البلاط بالسقوط. عندما تهطل الأمطار كان يدخل الماء من الفناء الخلفي ويعبر البيت ويخرج من الباب الأمامي. ولكن الرب الذي أخدمه أمين وعادل، ولا بد لي من التحسن. واجهت حقاً أوقاتاً صعبة كامرأة، وكانت دائماً محاربة حقيقية. بحلول نهاية الشهر، عندما يرسل لنا الدكتور سوارز ورقة الكفالة، أذهب مباشرة إلى البنك. وهذا يحدث منذ نحو 15 عاماً. لقد كنت كفيلة لمدة 15 عاماً. ثم بدأت بالتطور. بدأت أدخر بعض المال، وبدأت في العمل على بلاط المنزل. جعلت الأشياء أفضل، وكان هناك أخت مباركة أعطتني 20 كيساً من الإسمنت لتصليح بلاط الأرضيات. بدأ أولادي جميعهم بالعمل، والكل ساعدني. لذلك بدأت بشراء الأشياء. لقد بنيت حماماً صغيراً، وبدأت أفعل الأمور شيئاً فشيئاً. عندما بدأت بالذهاب إلى كنيسة نعمة الله، استطاعت أن تحقق بعض الازدهار. أنا صليت وباركني الرب حقاً. بعد أن أصبح البلاط جاهزاً، بدأت العمل على الجدران، وأخيراً كنت قادرة بالعمل على الأرضية. في الوقت الحاضر تملك ماريا ديلوردس 3 منازل، واحد حيث تعيش، والمنزل الذي تعيش ابنتها فيه، ومنزل آخر للإيجار، وهي ثابتة وتستمر بالقيام بعمل الرب.
نحن جميعاً نراها أنها بما يقرب 80 سنة الآن، ونلاحظ مدى تطورها في محضر الرب. مع هذه الخدمة تمكنت من التطور وتعلمت كيفية الصلاة. في الوقت الحاضر تملك منزلاً للإيجار، والشكر للرب لديها بيتها وهو مزدهر ومبارك. الرب هو كل شيء لي، أنا أخدمه بسعادة لأنه كافأني حقاً. سأصنع عمله حتى اليوم الذي يقول فيه لورديس تعالي، كل شيء على ما يرام، يمكنك التوقف الآن، وحتى ذلك الوقت سأواصل القيام بعمل الرب. وعد الرب قد وصل على حياتها، وهي مثال حقيقي لكثير من الناس هنا في كنيسة نعمة الله في مدينة لاورو دي فريتس. المجد للرب. من فضلكم لننتقل إلى فقرة افتح قلبك. دكتور سوارز، أنا حقاً بحاجة إلى المساعدة. أنا ربيت أطفالي في محضر الرب، ومع ذلك واحد منهم عمره 36 سنة انتهى بالتراجع واتبع طائفة تنتعظ بما يخالف الكتاب المقدس، وأنا لا أعرف كيف أهديه للصواب لأنني لا أعرف شيئاً عن هذا. فقد قمت بشراء واحد من كتبك والذي يتناول هذا الموضوع عن الأنبياء الكذبة، ولكن لم أجد أي شيء عن هذا المبدأ غير الصادق. لقد وجدت بعض الفروض مثل عدم إعطاء العشور، لأنهم يقولون أن هذا يرتبط بوقت الشريعة، وإذا أعطينا في عهد النعمة فسنلغى من ذبيحة يسوع. أيضاً يعظوا أن الأطفال يجب أن لا يكرسون، وإن الكنيسة لا تحتاج إلى قوس، وأنه علينا أن نعيش وفقاً للعهد الجديد فقط لأننا في عهد النعمة. دكتور سوار، أرجوك ساعدني، ماذا علي أن أفعل؟ أختي العزيزة، إذا وصلت الجدال معه فهذه معركة خاسرة. عليك أن تعلميه الكلمة، لأنه يبدو لي أنه لم يستفد حقا. ربما اضطر للذهاب إلى الكنيسة لكنه لم يلتقي بالرب. تقول رسالة العبرانيين أن أولئك الذين يدفعون العشور، العبرانيين في العهد الجديد، وقال يسوع أيضا تعشرون النعنع والشبث والكمون وتركتم أثقل الناموس. هذه الأمور علينا القيام بها دون أن تترك باقي الأمور غير منجزة. الأمور واضحة تماما في الكتاب المقدس. تحدثي معه عن كلمة الرب وهي أفضل دواء وأفضل ما تعطيه الحب والتقدير. سنصلي معا من أجل أولئك الذين في المنزل. أبانا، إني أتضرع من أجل جميع الذين في منازلهم. لقد كلمتنا يا إلهنا من خلال الكلمة المقدسة، منحتنا الفهم، وأنا أثق تماماً أن هؤلاء الناس نالوا البركة. وليكن جميع الشعب مباركاً الآن باسم الرب يسوع. بارك يا إلهي الذين يتبعونك، ارشدهم كي يخدمونك بالروح والحق والاستقامة. أبانا، انظر لهؤلاء الناس الذين لديهم مشاكل في الرأس والطبيب لا يعلم ما السبب أو المشكلة، لكني أتحد معهم وأعلن البركة والشفاء لهم. وأولئك الذين لديهم مشاكل في أي مكان في الجسد، كخادم للكلمة المقدسة أمر كل روح شرير أن يغادر هؤلاء الآن باسم الرب يسوع. آمين.